صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتكم المفضلة إذاعة نور دبي. رجعنا لكم بعد إجازة طويلة قضيناها في ربوع الإمارات احتفالا بخمسين عام من الإنجازات، ورجعنا اليوم الأحد 5 ديسمبر بكل نشاط لنواصل رحلة العطاء من أجل هذا الوطن الغالي على قلوبنا. أعزائي المستمعين، يسعدنا تواصلكم وتفاعلكم معنا ومع ضيوف حلقاتنا لليوم على الأرقام التالية 600-551414 ولرسائل النصية القصيرة 4006. دائما أعزائي المستمعين نسعد بملاحظاتكم، اقتراحاتكم وأي معلومات حابين تعرفون عنها أكثر في برنامج صحة وسعادة، تقدرون ترسلون لنا إياها على رسائل النصية القصيرة على الرقم 4006. وفي بداية البرنامج أعزائي المستمعين، ما أنسى أرحب بفريق الإعداد من هيئة الصحة بدبي وكذلك من إذاعة نور دبي. بيكون معنا اليوم مخرجنا المبدع السعيد المر، وبكون معاكم خلال هذه الساعة في تقديم برنامج صحة وسعادة، محدثتكم آمنة آل علي. وفي حلقتنا اليوم أكيد بيكون عندنا مواضيع مختلفة وأخبار تهمكم وتهم كل أفراد المجتمع. بنتكلم اليوم عن آخر الأخبار والدراسات العلمية العالمية، وأيضا بنتكلم عن مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأسباب وأنواع بكاء الأطفال ومتى يجب استشارة الطبيب. هذه بتكون فقرتنا الرئيسية لليوم، وكذلك بنتكلم في فقرة التغذية عن عنصر مهم واللي هو عنصر الحديد في الجسم. كونوا معنا أعزائي المستمعين على مدار الساعة لتستفيدون من هذه المعلومات اللي بنقدمها لكم. خبرنا اليوم حلو ومفيد ويمكن يهم وايد ناس أو شريحة كبيرة من المجتمع اللي تعاني من الغضب. الخبر يقول تعلم كيف تسيطر على غضبك. ومثل ما نعرف يعتبر الغضب أحد المشاعر الإنسانية التي قد تؤدي إلى الكثير من الأضرار الاجتماعية والنفسية والصحية، ولتجنب هذه الأضرار لابد من تعلم كيفية التحكم بالغضب. وقد نشرت صحيفة إنديان إكسبرس بعض النصائح اللي وردت في فيديو تحفيزي حول إدارة المرء للغضب على النحو التالي. أولاً، التفكير قبل التحدث. ينصح الخبراء بالتفكير قبل التحدث وخاصة عند الشعور بالغضب، لأن ذلك قد يمنعك من قول كلمات سيئة تؤذي مشاعر الأشخاص المقربين منك أو الأشخاص اللي تخاطبهم. والنصيحة الثانية اللي جت في الفيديو اللي نشر اللي هي التزام الصمت. يشير الفيديو إلى أنه ربما يكون من الأفضل أن نلتزم الصمت عندما يكون الشخص غاضب ومحبط، وعندما تهدأ يمكن معالجة السبب اللي دفعك للشعور بالغضب واتخاذ القرارات الصائبة حيال ذلك، لأنك لن يكون قادرا على التعامل مع الأمر بشكل سليم وهذا الشخص غاضب. ممكن أيضا أعزائي المستمعين مثل ما وردنا في الخبر أن تسيطرون على الغضب عن طريق تكرار عبارات تساعدك على الهدوء. عند الشعور بالغضب ينصح بتكرار عبارات بينك وبين نفسك مثل خذ الأمور ببساطة أو كل الأمور ستكون على ما يرام، فهذه العبارات تساعد على التخلص من مشاعر الغضب بشكل أسرع. ويمكن نكون بلغتنا دوم نقول يعني خذ الأمور بهداوة، كل شيء بيكون أوكي، ما في شيء يستاهل أن الواحد يعصب. فالخبر يقول نفس الكلام اللي نحن دائما نقوله، أنه ممكن أن الشخص يساعد نفسه على أنه يتذكر عبارات معينة تساعده على الهدوء.
وطبعا ما ننسى إشغال نفسك بأشياء أخرى. من الممكن أن إذا شغلت نفسك بأشياء أخرى تسبب يعني هذا الموضوع بيخليك ما تغضب كثير يعني وتشغل نفسك عن الغضب. وأخيرا في الفيديو اللي نشر كان الابتعاد عن آثار غضبك. حاول أنك تبتعد عن الشخص اللي أثار غضبك واختلي بنفسك لبعض الوقت حتى تستعيد توازن مشاعرك وتتخلص من الغضب. فأتمنى أعزائي المستمعين في خبرنا اليوم علمناكم مثل ما نقول خطوات بسيطة للسيطرة على الغضب. لا تنسون دايما أنكم تهدون. ونحن دوم نقول الشخص اللي يعصب بسرعة يمكن أنه يستغفر يتوضأ ويريح شوي عشان يتخلص من هاي المشاعر السلبية. أعزائي المستمعين بعدنا مستمرين معاكم في فقرات برنامج صحة وسعادة، ومثل ما عودناكم تكون معانا دائما أسماء الجناحي تحدثنا عن مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها سواء على صفحات هيئة الصحة بدبي أو الصفحات ذات العلاقة بالشؤون الصحية. صباح الخير أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. يا هلا فيك، يا هلا بالأحد وبداية أسبوع جميلة أتمناها لك. بداية أسبوع الأحد اللي حبك الأحد مثل ما تقول دائما دكتورة ندى، وبداية أسبوع بعد إجازة نتمنى الكل ريح فيها واستانس فيها والجو كان وايد حلو فيها. أكيد. أسمى شو عندك مستجدات في وسائل التواصل الاجتماعي تهم أفراد المجتمع فيما يخص الشؤون الصحية؟ بنبدأها نحن الباحث كان في تغريدة لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية. يقول في التغريدة: شهدت ختام الدورة العاشرة من حملة دمي لوطني في مقر إكسبو 2020. 10 سنوات نجحت الحملة خلالها في إنقاذ حياة نحو 132 ألف شخص من خلال جمع أكثر من 44 ألف وحدة دم. ما حققته الحملة من نجاح يعكس ما يتمتع به مجتمعنا من قيم إنسانية وتنامي الوعي بأهمية التبرع بالدم. الحملة كانت بدت في 2012 برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس التنفيذي، وكان سموه أول المتبرعين بالدم لحظة إطلاق الحملة، وهذا اللي سبب اللي ساهم في نجاح الحملة اختيامنا. نعم بالتأكيد أسمى، دائما قيادتنا الرشيدة تكون مثال يحتذى به في مثل هذه الحملات الكبيرة. صحيح، والتبرع بالدم كل شخص قادر على إنقاذ حياة 3 أشخاص يحتاجون إلى الدم عشان يعيشون، لأن الدم واحد ما يقدر يشتري لا بالمال ولا بأي شيء، لكن هو كله بطريقة أن الشخص يتطوع أنه يتبرع مو بس بالدم حتى بوقته، لأنه ياخذ يستغرق الموضوع بعض الوقت، وممكن أشخاص عشان يعني يقدرون يقصرون المدة في بقائهم في مركز تبرع بالدم يقدرون من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي يدخلون على خيار دمي، من هناك يقدرون يملون الاستبيان وهم في الدرب وهم في البيت، إن من يوصلون على طول يتحولون مباشرة إلى التبرع بالدم وما يحتاجون أن يكونوا موجودين يملون الاستمارة. وايد مهم الاستمارة، وهي من ضمن أن لازم يعبونها كل مرة حتى الأشخاص اللي كل مرة يتبرعون، لأن هاي أحد الأشياء الرئيسية والإجراءات الرئيسية للحفاظ على البيانات وصحة المتبرع مثلاً، وهي من ضمن المعايير العالمية في تبرع الدم. تقريبا احنا حبينا نركز على هذا الموضوع، وايضا حبينا نقول ان احنا كنا حاطين فيديو وايد حلو حول تاريخ الصحة من العصر العربي الاول او الاسلامي او العرب اول ما بدأوا في موضوع الصحة حتى 2071، موجود على قناتنا في اليوتيوب، بيكون هو اخر فيديو تم وضعه في 2 ديسمبر. وهالفيديو جميل، تقريبا 8 دقائق، مترجم أيضا للغة الإنجليزية، فيها سبتايتل، راح تستمتعون فيها. نتمنى لكم الصحة والسعادة. شكرا لك زميلتي أسماء الجناحي، وأتمنى لك دائما الصحة والسعادة.
أعزائي المستمعين، مثل ما قالت لكم وذكرت أسماء الجناحي، كانت أهم الأخبار عندنا لليوم اللي هي حملة دمي لوطني. أعزائي المستمعين، قطرة دم قادرة على إنقاذ حياة أشخاص، فيمكنكم أعزائي المستمعين دائما أنكم تتبرعون بالدم. التوجه إلى مركز دبي للتبرع بالدم الموجود في مستشفى لطيفة، وكذلك تعبون كل البيانات عن طريق طبعا أبليكيشن هيئة الصحة بدبي واللي هو DHA App. وبعد حملة دمي لوطني بننتقل معاكم لمواضيع أجمل في الفقرات الجاية من برنامج صحة وسعادة. اتريونا بعد هالفاصل القصير. صحة وسعادة. رجعنا لكم أعزائي المستمعين مع برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج اتقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. نذكركم دائما بأرقام التواصل معنا واللي هي 600-55-1414، وللرسائل النصية القصيرة 4006. في فقرة التغذية لليوم أعزائي المستمعين بنتكلم عن عنصر مهم جدا واللي هو عنصر الحديد، وأهمية هذا العنصر لجسم الإنسان، وكيف ممكن أن نحن نعرف أن عندنا نقص في الحديد في الجسم. كل هذه المعلومات وأكثر بتكلمنا عنها الأستاذة سهى نوفل، أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير أستاذة سهى. صباح النور والسرور. أهلين آمنة، هلا حبيبتي. يا هلا فيك أستاذة سهى. خبرينا شو النشاط بعد إجازة اليوم الوطني؟ والله نشاط وحيوية إن شاء الله. يعني لا، صوتك ما يقول نشاط وحيوية. ممكن نرجع سهى القديمة؟ لا، النشاط موجود إن شاء الله. سبحان الله، بعد كل إجازة ندخل شيء في دوامة من الهدوء، فالواحد لين يرد لي مستوى النشاط الطبيعي ياخذ له يمكن ساعة ساعتين. أنا صراحة أخذ ساعتين عشان أطلع بهالمود وبهالنشاط. سبحان الله، يعني إجازة تعودتي على الكسل وعلى الرقاد، ما تقدرين تدخلين بسرعة في المود. الحين بالضبط الأجواء الباردة تساعد بعد، فنحن اليوم ندخلت يعني في المود مرة ثانية. بنتكلم عن عنصر مهم جدا. على اختيار أستاذة سهى كنتي بتكلمين اليوم معنا عن أهمية عنصر الحديد لجسم الإنسان. نعم، هلأ الحديد طبعا الناس كلها بتعرف، مجرد ما تحكي حديد مباشرة بتربطه في الدم. ونحكي إحنا لو حكينا عن الحديد بنحكي هم العناصر اللي جدا مهمة للجسم، بيحتاجها الإنسان بشكل دائم لأنه لا يمكن تصنيعه في الجسم. فإذا أنه لا يمكن تصنيعه بالجسم، إذا أنا يجب أن أستهلكه عن طريق الغذاء، ويجب أن أكون حريصة جدا على تناوله في كافة وجباتي الغذائية لأهمية هذا العنصر. الحديد زي ما حكينا، مجرد ما ينذكر كلمة الحديد على طول الإنسان بتبادر في ذهنها الدم، لأنه هو من بيدخل في تركيب بروتين الهيموجلوبين الضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء. مدام خلايا الدم الحمراء هاي متخصصة في نقل عندي الأكسجين من الرئتين لكافة خلايا الجسم. إذا عندي الحديد مهم في كافة الوظائف تقريبا، نحكي اللي بيقوم فيها الجسم بدءا من وظائف الدماغ، عندي الجهاز المناعي، العضلات، الشعر، الجلد. اذا عنصر الحديد من عناصر جدا جدا مهمه عندي وضروريه جدا لجسمي، باهميته وارتباطه عندي في هيموجلوبين الدم المتخصص في نقل اهم شيء عندي اللي هو الاكسجين لكافه انحاء الجسم ومختلف الاعضاء والقيام بمختلف الوظائف عندي في الجسم. نعم، إذا ذكرنا أستاذة سهى أن عنصر الحديد مثل ما قلتي عنصر مهم في الجسم، فأكيد الأشخاص بيتراود في ذهنهم دائما وين ممكن أحصل على مصادر الحديد اللي بتكون تفيدني لاحتياجاتي اليومية. تمام، لو حكينا عن مصادر الحديد الطبيعية عندي، مصادر الحديد إما تيجي من مصادر حيوانية اللي نسميها الحديد اللي قيمته عالية، مثل القيمة الغذائية ساعته عالية، الحديد اللي مباشرة الجسم بيستفيد منه اللي هو بيتين من المصادر الحيوانية زي الكبد، الأسماك، اللحوم الحمراء، الدواجن، قصائر البيض، كلها هذه المصادر الحيوانية العالية في الحديد
يعني مثلا 100 جرام او 100 جرام نعم من المحار ممكن تعطيني 28 ملي جرام من الحديد. الكبد البقري 100 جرام من الكبد يعطيني 600 ما يقارب 600 ملي جرام من الحديد اللي هي حتى زيادة عن احتياجاتي. فالحديد المصادر الحيوانية غنية بالحديد ومركز فيها الحديد، ويعتبر الحديد اللي مباشرة الجسم بيستفيد منه. هذا لا يعني إنه النباتيين لا يمكن أن يحصلوا على مصادر الحديد أو في النباتات مش موجود، هو موجود في النباتات خاصة عندي في الفواكه المجففة، في الخضار الورقية، في البروكلي، البقوليات غنية أيضا بالحديد. لكن الحديد اللي موجود في النباتات بده مربط، يعني زي ما نحكي بده شيء يفككه ويخليه سهل الامتصاص في الجسم. دائما نحكي للناس اربط الحديد اللي من المصادر النباتية بفيتامين جيم، فيتامين سي. فيتامين سي مع الحديد، مصادر الحديد النباتي، بيساعد على فكفكة هذا الحديد ويسهل على الجسم امتصاصه والاستفادة منه. يعني البقوليات زي ما حكينا موجود فيها حديد، موجود في العدس، موجود في الفاصوليا، موجود في باقي البقوليات. فاصوليا البيضة 100 ملي جرام منها بتعطيني 8 ملي جرام حديد، واللي هي كمية جيدة تعتبر. لكن كلها لتحسين امتصاصها تحتاج إلى مصدر من فيتامين جيم، سواء كان حمضيات سواء كان الطماطم، كلياتها هذه تساعدني على فك الحديد الموجود في المصادر النباتية، الخضار الورقية، وبالتالي زيادة امتصاص هذا الحديد والاستفادة منه في الجسم والحصول على الفائدة الغذائية اللي أنا بدي إياها. نعم، فأكيد أستاذة سهى نحن نتكلم الحين عن مصادر الحديد. هل هناك مثل ما ذكرتي موجود عندنا في أنواع معينة من الورقيات نقدر نقول؟ هل الفواكه المجففة تساعد؟ يعني هل هناك فواكه مجففة فيها نسبة عالية من الحديد؟ نعم، الفواكه المجففة أغلب الفواكه المجففة تمتاز بوجود الحديد فيها. كافة أنواع الفواكه المجففة، الزبيب عندي موجود، الفواكه المجففة الأخرى موجود فيها نسبة حديد بشكل جيد، تعتبر من اللي يسموها السناك الصحي ومفيد، غير عن العناصر الأخرى المركزة فيها. فيها أيضا نسبة حديد جيدة تعتبر، وبديل جيد عن السناك الغير صحي بسبب احتوائها أيضا على كمية جيدة من الحديد، من الألياف، من البوتاسيوم والعناصر الأخرى. نعم أستاذة سهى، هل هناك أعراض معينة تظهر على الشخص إذا كان عنده نقص في الحديد؟ أكيد في أعراض، وأغلب الناس ممكن تمر عليها هاي الأعراض وما ينتبهوا أنها هاي أعراض نقص حديد، خاصة إذا كانت في البداية وكانت خفيفة. عشان هيك لازم أكون أنا حريص جدا وأنتبه هاي الأعراض هاي إذا بتتكرر عندي مباشرة أراجع الطبيب، أعمل التحاليل اللازم، لأنه ممكن يكون الحديد عندي في البداية، في نقص الحديد في بدايته، بحيث أدارك هذه المشكلة وأعدلها سواء بنظام غذائي صحي مدعم بالحديد أو عن طريق بعض الأدوية أو المكملات اللي ممكن يكتب لي إياها الطبيب. من أهم الأعراض اللي بيعانوا منها الناس اللي هو عندي التعب والإرهاق. دائما بيكون عنده أي شخص عنده نقص الحديد، يعني معناها في عندي نقص في قلة في الهيموجلوبين، معناها عندي نقص في الأكسجين اللي واصل عندي للدماغ، في الأكسجين اللي واصل للعضلات. فبالتالي بيشعر إن اللي عنده نقص في الحديد بالتعب، بالإرهاق، انخفاض في قلة التركيز عندي، انخفاض في إنتاجية في العمل، يعني ما في عنده هذه الطاقة اللي للعمل يركز فيه، سواء كان محاضرة سواء كان في درس عند الطلاب بالمدارس. شحوب في الوجه، هذا بيكون من العلامات اللي ظاهرة وواضحة جدا ان الوجه ما بيكون فيه هاي الحيوية والدموية. شعور في البرد بالأطراف خاصة الأيدي، يعني بتكون دائما فيها برودة في اليدين والقدمين. صداع، برضو في ناس بتعاني بشكل دائم صداع ودوار، هاي برضو من العلامات المميزة لنقص الحديد. مدام في صداع ودوار معناها أنا الأكسجين اللي عم يوصل عندي للدماغ صار أقل، مدام أقل يعني في مرتبط بالهيموجلوبين وبالتالي هو مرتبط في الحديد، إلا إذا كان طبعا شخص عنده أمراض أخرى. لكن إذا شخص ما عنده أي أمراض أخرى فأكيد السبب الرئيسي لهاي الأعراض والصداع والدوار بيكون عندي بسبب نقص الحديد، وبالتالي صار عندي نقص الأكسجين اللي واصل لهاي الأعضاء وسبب لهاي الأمراض. حتى الناس
اللي بتعاني من نقص الحديد بتكون عرضة للإصابة بالأمراض بشكل متكرر، يعني عرضة للعدوى، لأنه نقص الحديد يؤدي إلى نقص وضعف في جهاز المناعة عندي، فبالتالي هاي الأشخاص بتكون عرضة للإصابة بالأمراض بشكل متكرر. نعم، فأستاذة سهى، إذا بنقول نصيحة أخيرة تقدمينها للأشخاص فيما يخص الحديد وأهمية هذا العنصر. بشكل عام دائما دائما نحرص على تناول وجبة غذائية كاملة متكاملة. الأم تحرص على أن أطفالها، خاصة الأطفال والبنات تحديدا في سن المراهقة، معرضين للإصابة بنقص الحديد بسبب التغيرات في الهرمونات والنمو. الأم الحامل، الأم المرضع معرضة دائما لنقص الحديد، تكون حريصة على تناول وجبة غذائية صحية متكاملة فيها خضار، فيها مصادر حيوانية للحصول على كمية كافية من الحديد، تتجنب الأشياء الكافيين والشاي اللي ممكن يقلل من امتصاص الحديد خلال الوجبات الغذائية. نحرص دائما زي ما حكينا على تناول هذه الوجبات في حال ظهور أي أعراض نقص الحديد. ضروري ضروري الشخص يراجع الطبيب، لا يتناول مكملات غذائية من عنده أو جرعات والله خلاص أنا حاسس بصداع راح أخذ حبوب حديد من غير ما أرجع للطبيب. لازم الرجوع إلى الطبيب حتى يعطيني الكمية الموصى فيها، أخصائي التغذية يعطيني نظام غذائي مدعم بالحديد بحيث ما يتعرض لأي نقص فيما بعد ولا لأي زيادة في حال تراكمت هاي الزيادة في جسمي وتأثيراتها السلبية. نعم، أكيد أستاذة سهى، الحديث عن أهمية عنصر الحديد في الجسم يطول يعني بالتأكيد، ولكن احنا استمتعنا بهذه المعلومات اللي قدمتيها لنا بما يخص هذا الموضوع. شكرا لك أستاذة سهى نوفل، أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي، على هاي المشاركة الطيبة. شكرا لكم، يسعد صباحكم. أعزائي المستمعين، مستمرين معاكم في فقرات برنامج صحة وسعادة، واللي عندهم يهال يصيحون وايد، أطفال رضع يصيحون، أنصحكم أنكم تكملون معانا فقرات برنامج صحة وسعادة بعد هذا الفاصل، تريونا صحة وسعادة. يا هلا فيكم من جديد في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أعزائي المستمعين، ذكركم برقم التواصل معنا واللي هي 600551414، والرسائل النصية القصيرة 4006. مثل ما كلنا نعرف، يعتبر بكاء الأطفال أمر طبيعي، وخاصة الرضع منهم، وهو شكل من أشكال التواصل والطريقة الوحيدة لديهم للتعبير عن حاجة ما، وتوقف بعض أنواع البكاء عن تلبية احتياجات الطفل، والبعض الآخر ربما يستدعي استشارة الطبيب. وفي هذه الفقرة أعزائي المستمعين بنتكلم عن أسباب وأنواع بكاء الأطفال وكيف التعامل معهم، وللتعرف على احتياجاتهم ومتى ممكن أن نحن نستشير الدكتور، بتكون معنا اليوم الدكتورة ليلى عبد الرحيم المرزوقي، أخصائية الغدد الصماء والسكري في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال. صباح الخير دكتورة. صباح الخير، أهلا فيك دكتورة. يعني الموضوع اليوم جذبني لأني أنا أم البنات الصياحين الصراحة، ولا واحدة فيهم عرفت السبب ليش تصيح، ولكن كلهم وصلت لي عند الدكتور صراحة عشان أعرف السبب، لأن عندي ما شاء الله عيال وايد صيحون يوم صار خاصة الرضع. فيوم اخترتي هذا الموضوع جذبني، وقلنا يمكن أن نحن نعرف شو بتكون هي أسباب يعني البكاء المتعددة للأطفال. الله يحفظهم إن شاء الله عيالك وكل العيال وكل الأطفال. الأطفال يبكون هذا أمر طبيعي، لكن هو يعتبر في ما يقولون تشالنج، يعتبر وايد الموضوع تحدي طبيعي لكن مقلق في نفس الوقت. الأطفال الحديثي الولادة البكاء عندهم طبيعي من ساعة إلى 3 ساعات يوميا. طبعا احنا نقول ساعة إلى 3 ساعات لكن هذا مو بشوية، وكيف الأم تتصرف مع هالموقف بعد صعب كأول مرة حتى لو كثاني
وثالث مرة مثل ما تفضلتي، لأن الطفل بشكل عام ما يقدر يسوي أي شيء لنفسه، هو دائما يعتمد على شخص آخر اللي هو الشخص الأهم اللي هي الأم. فالأسباب تتعدد، يكون أغلب الأسباب أو يعني أكثر الأسباب شيوعا هي الجوع. الجوع هي من أكثر الأسباب اللي تخلي المواليد الجدد يبكون. نعم أيضا تفضلي دكتورة، كيف أنك بسألت كيف ممكن أن تتعرف الأم على، قلتي لي سبب بكاء الطفل أنه ممكن يكون أولا الجوع. هي لأن الطفل بس عند البكاء هي الطريقة الوحيدة اللي يعبر فيها عن نفسه أو عن جميع احتياجاته، ولازم يتأكد أن حد يستجيب لهاي الاحتياجات، فبهاي الطريقة الطفل يصيح لأنه يوعان، الطفل يصيح لأنه يمكن ملابسه كانت ضيقة عليه أو يمكن متبللة من الحفاظة أو متوسخة من الحفاظ، يمكن الطفل يشعر ببرودة زايدة أو حرارة زايدة، فلازم عن طريق البكاء يتأكد أن حد يستجيب له. فمع الوقت كل أم تعرف نبرة بكاء طفلها المختلفة، هل هي نبرة للنوم، نبرة للرضاعة، بسبب الغازات، عدم الراحة من أي شيء ثاني مثل ما قلنا حرارة أو برودة زايدة. وفي وايد أبحاث سووها وايد جامعات عالمية شافوا فيها طبقة الصوت والذبذبات في الثانية. هو الطفل الطبيعي الذبذبات عنده من 250 إلى 450 ذبذبة في الثانية، فالدراسات هاي سوت الأبحاث يشوفون طبقة الموجة، وفي برنامج وايد شيق منزلينه على الهواتف الذكية اسمه بيبي كرايز ترانسليتر، دقته 92%، يقدر يقيس ذبذبة الصوت هل هي غير طبيعية. مسوين عندهم بانك داتا بانك بأنماط البكاء، فيقدر يعطيك بشكل دقيق كيف يعني ممكن الأم أن تقول أن هالبكاء طبيعي أو غير طبيعي. يعني هل فعلا وصلنا من التطور أنه ممكن أنه يكون في أبليكيشن يقول لنا هل ياهل يعني شو نوع الصياح وليش يصيح وكيف؟ بالضبط، ونسبة دقتها يوم سووا الأبحاث لقوا 92%. وايد ممتع الموضوع. نعم حلو ان الواحد يتعرف على، نقدر نقول يعني مثل ما نقول تطبيقات حديثة، ولكن ايضا دكتورة ليلى الخبرة الكبيرة اللي ممكن تكتسبها الام او اليد او حتى يعني الخالة، حتى يمكن تشوفين يمكن خالات الياهل يعرفون له اكثر من امه بحكم الخبرة، بحكم ان هي متواجدة يمكن مع الياهل بكثرة. فنحن نقول ان بكاء الطفل مثل ما ذكرتي له أسباب عديدة، أحيانا عقب ما يصيح الياهل ساعة متواصلة تكتشفين أنه يصيح لأن مثلا نقدر نقول موضوع الحفاظة، أو ممكن أنه يصيح بسبب الغازات، ولكن يعني هذا يأخذ جهد أكيد من الأم ويأخذ طاقة كبيرة. فنحن دائما نقول أن نحن ممكن أن نحن نتعرف على أسباب بكاء الطفل، ولكن يمكن ننتهز أن أنت معانا اليوم دكتورة ليلى نقول أن بعض الأطفال يوم يشوفون شخص غريب أو حد من الأقارب، خاصة الحين مع الظروف الاستثنائية أن نحن ما صرنا نتزاور كثير، ما صرنا نشوف ناس كثير، فكيف ممكن الأم تتعامل مع الطفل اللي يبدأ يصيح من يشوف ناس غرب أو ناس في مكان عام؟ صحيح، هو الطفل طبعا ما شاء الله دقيق الملاحظة، هو يعرف أن هذا الشخص الغريب يختلف عن الأم، يختلف عن ريحة الأم، ويختلف عن نبرة صوت الأم، فهو يوم إنه ينزعج لأن يمكن الصوت مختلف أو الصوت خشن أو الشخص هذا مو بنفس الأم أو شكله، يعني يفهم، فلهالسبب إنه ينزعج. فإذا انزعج الأم تأخذه بشكل هادي، إذا إلى مكان هادي أو بعيد عن أي شيء ممكن يأثر عليه،
عشان يهدى الطفل من البكاء. وهذا الشيء من الشهر السادس إلى الثامن طبيعي في الطفل، إنه ينزعج من أي شخص غريب أو مختلف أو ريحته غير أو صوته مختلف. هذا الشيء من خلال الأبحاث أو طبيا ما له علاقة بالشخصية المستقبلية للطفل. يعني ما تقدرين تقولين إن الولد هذا ما يحب الناس، لا، هذا غير صحيح، يعني ما له علاقة بالشخصية أبدا. بالتأكيد، فنحن نقول هذا الطفل الرضيع مثل ما ذكرتي دكتورة يبدأ بالبكاء بشكل مستمر. أحيانا ناخذ يعني الياهل للدكتور والدكتور يقول والله الولد ما في ولا شيء، فكيف الأم ممكن تعرف أنه لا والله الحين لازم أوديه المستشفى، ومتى تحسين أنه لا هذا بكاء طبيعي للطفل الرضيع ومو بلازم نتوجه لي الدكتور؟ الأم تكون منتبهة طبعا، لأن الطفل إذا كان مريض يبكي بنبرات مختلفة عن بكاء العادي المعتاد. إذا البكاء كان متواصل، النبرة غير، سواء كانت مرتفعة زيادة عن اللزوم أو نبرة مرتبطة بالوهن وبالضعف، أو النبرة كان فيها يعني إلحاح مستمر، صوت عالي غير معتاد، أو منزعج بشكل واضح وإن الأم تجد صعوبة أن تهديه في المقابل، هذا يدل أن في شيء غير صحيح أو أمر ما ليس على ما يرام مثل ما يقولون. بالضبط. لكن ما حد يعرف الطفل أكثر من الأم، ففي هالحالة الأطباء دائما يكونوا منتبهين إن هل شكوى الأم ياخذونه على محمل الجد أو لا. طبعا متى يكون بعد، إذا الدكتور مثلا يقول ما في شيء، إذا كان هذا البكاء بس للحظة أو عبر عن شيء، أو إذا كان هذا البكاء مصاحب لأعراض أخرى. طبعا هني مهم جدا إذا كان مصاحب لأعراض أخرى مثل الحمى أو مثل تقيؤ مثل إسهال أو أي أعراض طبية أخرى يدل على انزعاج واستياء وإن الطفل غير مرتاح. فهني الطبيب وفي نفس الوقت الأم يعني تكون منتبهة إن ممكن يكون في شيء. الأطفال وايد يبكون بسبب المغص الحاد اللي يكون موجود في أغلب الأطفال في أول 3 إلى 6 شهور من عمر الطفل. بالتأكيد، فنحن نقول دكتورة هناك يعني علامات نقول أن هني ندق ناقص الخطر، مثلا إذا الياهل مثل ما ذكرتي صاحب هذا البكاء ارتفاع في درجات الحرارة أو حتى صاحب مثل ما ذكرتي إسهال أو حتى إمساك لأيام، يعني مثلا نقول فوق 4 5 أيام تحصل في الأطفال الرضع هذه المواضيع، فممكن أن أو حتى الطفح الجلدي أو مثلا مواضيع كثيرة ترتبط ببكاء الأطفال، ولكن الأم بحكم خبرتها تعرف أن هذه مثل ما ذكرتي نبرة الصياح مش النبرة الطبيعية لطفلها، فتقدر تتجه إلى الطبيب. ودائما استشارة الطبيب دكتورة تكون إذا ما فادت هذا الشخص ما بتضره. فنحن نقول الطفل الرضيع وخاصة الأمهات اللي يمكن أول ياهل استشارتك للطبيب صح شوية بتتفشلين، بس ما يضر. أنا الصراحة في أول ياهل وايد تفشلت، يعني وايد كنت أسير مستشفى على أشياء ما تسوى وما لها معنى، بس دوم أقول دام أنه ما ضرني الشيء، ما يعني إذا هو ما بيضرني خلاص أنا يعني أنا مستعدة برع بهالوقت اللي بروح فيه للدكتور، لأن صحة هذا الطفل الرضيع مهمة وأمانة بين يدينا. فنحن نقول أن دكتورة من هذا الموضوع يجرنا الحديث إلى إذا بنتكلم عن التواصل الجسدي والبصري بين الأم والطفل وأهمية هذا التواصل للطفل. التواصل الجسدي والبصري جدا مهم، له دور كبير للطفل في دعم مهارات التواصل عنده ودعم نمو الحواس عنده، له دور كبير في تنمية المهارات الاجتماعية عند الطفل، تحفيز النمو الصحي في بيئة اجتماعية صحية، وتأمين مهارات اجتماعية للطفل.
النمو جدا مهم، يعني أحد أسباب ضعف النمو أو ضعف الجسمي للطفل هو إذا ما كان في بيئة اجتماعية سليمة، يعني هذا وايد يأثر على الطفل، التواصل والتأمين الاجتماعي والمهارات هذه وتنمية مهارات التواصل عند الطفل. نعم، أيضا دكتورة أحد الأطباء معنا في برنامج صحة وسعادة ذكرت في إحدى المرات أن التواصل مع الطفل لمدة 5 دقائق في اليوم ممكن أن تؤدي إلى أو تعكس آثار إيجابية. يعني قالت مستحيل الياهل يتفاعل مع الأم مثلا، خاصة يعني أطفال الرضع، أكثر من 5 دقائق بتشوفينها تشتت انتباهها. فدائما النصيحة كانت أن نخصص وقت للطفل في اليوم لمدة 5 دقائق، بعيد عن التلفون، بعيد عن التلفزيون، بعيد عن باقي الأشياء، بس لحظة تواصل بين الأم والطفل. فشو رأيك في هذا الموضوع؟ هل ممكن أنه يعزز دكتورة من التواصل الجسدي بين الأم والطفل؟ أكيد أكيد أكيد، وفي أبحاث وايد وايد عن هالموضوع مثل ما ذكرتي. الأطباء النفسيين وايد وايد عندهم أبحاث. طبيبة نفسية كانت معنا في هذه الحلقة وجربنا حتى الحين. نعم، حتى الحين في قسم الأطفال القصر الحديثي الولادة اللي مولودين قبل الموعد، دائما ينصحون الأم أنها تيجي لو الطفل عندهم في الحضانة، لكن دائما ينصحون أن الأم لازم تزور وتي ويكون فيه وتاخذ الطفل في حضنها أو تحط إيدها داخل الحضانة. هذا موضوع جدا شيق بعد وجدا له آثار بالتأكيد. يعني لو ما كان مهم مثل ما نقول دكتورة، يمكن ما كان بيركزون عليه. ما بتقول المستشفى تعالي الأم إسي مع الطفل، وهذا الطفل رضيع يعني 7 شهور ما يفهم، بس لكن الطفل هذا يحس بأن هذه أمي، هذه ريحة أمي. فدائما التواصل مهم بين الأم والطفل. دكتورة ليلى، نحن سعيدين بتواجدك اليوم معنا وسعيدين بهذا الموضوع اللي طرحتيه اليوم في برنامج صحة وسعادة. نصيحة أخيرة دكتورة تقدمينها للمستمعين؟ النصيحة أن الطفل يبكي فبهذه الطريقة يشكل لغته، لأن هاي النبرات تعتبر بحد ذاتها لغة. البكاء يعني عنصر أساسي لتشكيل لغة الطفل، فدائما الأم تحط في بالها أن ما تدخل في صراع ولا تدخل في عراك مع الطفل إذا زيد النبرة ولا قطرها، لأنه هو بهذه الطريقة يالس يتعلم أنه يتكلم وشوي شوي بيبتدي يتكلم. وفي في علم اللغات أصلا تشكيل اللغة تعتمد على النبرة، فهذه معلومة جدا مهمة أن تنتبه لها الأم. هاي نصيحة. نعم بالتأكيد. طبعا دكتورة ليلى عبد الرحيم المرزوقي أخصائية الغدد الصماء والسكري في مستشفى الجليلة التخصصي، شكرا لتواجدك اليوم معنا وعلى هالمعلومات الجميلة اللي قدمتيها. شكرا شكرا، حياكم الله. الله يحييك. أعزائي المستمعين، رحلة الأم والطفل رحلة طويلة ويطول الحديث عنها. دائما ندعو المستمعين بأن يكون لهم لغة تواصل مع الأطفال. دائما نحث في برنامج صحة وسعادة ونستضيف معانا الأطباء النفسيين اللي ممكن أنهم يعطونا من خبرتهم أيضا الكثير، ونحن نوعدكم أيضا في الحلقات القادمة من برنامج صحة وسعادة إن شاء الله بتكون معانا الدكتورة أزهار من مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال من قسم الطب النفسي، تكلمنا عن طرق للتعامل مع الأطفال. نحن في مجتمع دائما قابل للتعلم ونحب نتعلم أشياء جديدة ونحب نستفيد، فليش لا ليش ما نستفيد من أصحاب الخبرة والناس اللي عندهم هذا يعني هذه المعلومات اللي ممكن أن ننقلها لكم عن طريق برنامج صحة وسعادة وتستفيدون منها وتطبقونها. فنحن دائما أعزائي المستمعين أحثكم إذا كان في أحد الأمهات يسمعونا اليوم، جربوا نظام 5 دقائق هذا. قاعدين مع الطفل 5 دقائق بس، حطي التايمر 5 دقائق في اليوم وخبرونا شو بتكون نتائجكم بعد ما قعدتوا 5 دقائق من الهدوء والتواصل، سواء تسألون الطفل بعض الأسئلة ويجاوب عنها، بتحسون بشعور جميل وبتواصل جميل وما خذ منكم إلا 5 دقائق بس.
وقبل أعزائي المستمعين ما أختم معاكم فقرات برنامج صحة وسعادة، دايما أحثكم بالتبرع بالدم، شاركونا هذه الرحلة البسيطة، مجرد ما تسجلون بياناتكم في تطبيق DHA في خدمة اسمها خدمة دمي، تسجلون البيانات عشان تكونون جاهزين للتبرع بالدم، عقب تتجهون إلى مركز دبي للتبرع بالدم الموجود في مستشفى لطيفة، تتبرعون بالدم وتقدرون انكم انتو تنقذون حياة، تخيلوا 3 لـ4 أشخاص، يعني الموضوع يستاهل انكم دايما ان تتبرعون بالدم. وايضا كل المعلومات اللي تحتاجونها عن التبرع بالدم ومنو الاشخاص اللي ممكن يتبرعون بالدم وشو هي يعني نقدر نقول يعني اشتراطات اللي المفروض انها تكون موجودة في الاشخاص اللي حابين يتبرعون بالدم، أنصحكم أنكم تدخلون على DHA_Dubai، بتحصلون بوست باللون الأحمر واضح وضوح الشمس اسمه الأسئلة الأكثر شيوعا الخاصة بالتبرع بالدم، ادخلوا على هالبوست تشوفوا هذه الأسئلة، إذا حسيتوا أن كل هاي الشروط تنطبق عليكم ادخلوا آب DHA خدمة دمي، عبوا الاستبيان واتجهوا إلى مركز دبي للتبرع بالدم، مثل ما قلنا لكم يعني قطرة دم قادرة على إنقاذ حياة أشخاص. في نهاية حلقتنا أعزائي المستمعين، سعدت بهذه الحلقة معاكم، آملة أن نكون دائما عند حسن ظنكم، والشكر الجزيل طبعا لفريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وكل الشكر لإذاعة نور دبي في التنسيق والمتابعة، كانت معاي زميلتي ميرا الخفلي، وفي الإخراج دائما معنا مخرجنا سعيد المر، أشكر لهم هذه الجهود. أعزائي المستمعين كنت معاكم في تقديم برنامج صحة وسعادة، محدثتكم آمنة العلي، وأتمنى لكم دائما الصحة والسعادة.